أعلنت الحكومة التونسية توقيع اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي للتنمية ب 87 مليون و100 ألف دولار لدعم منظومة الحبوب. وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية إن القرض يساهم في مشروع التطوير المستدام لمنظومة الحبوب في البلاد، الذي يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير إلى جانب تطوير البنى التحتية واللوجستية لتخزين الحبوب. وتستورد تونس نحو 70% من حاجاتها من الحبوب، وتعاني الدولة شحا في المياه وتراجعا في احتياطيات السدود جراء التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث الماضية التي مرت بها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار. ومن تونس ينضم إلينا مراسلنا خليل كلاعي. أهلا بك معنا خليل. خليل، ماذا في تفاصيل هذه الاتفاقية، وإلى أي مدى ستساهم في حل أزمة الخبز والحبوب التي تواجه تونس؟ في الواقع فإن الخبراء يقولون أن المسمى الفعلي لهذه الاتفاقية هو دعم من البنك الإفريقي للتنمية لدعم منظومة التطوير المندمج لمنظومة الحبوب، لأنه فعليا فإن الأمر يتعلق بقرض آخر من قبل البنك الإفريقي للتنمية ب 87 مليون دولار لتمويل تزود الدولة التونسية بالحبوب. في الواقع فإن واردات تونس من الحبوب تراجعت خلال هذه الفترة من العام 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنحو 16%، وسط توقعات لعدد من الخبراء بتراجع صابة الحبوب لهذه السنة تراجعا كبيرا يقدر وفق هؤلاء الخبراء ب 60 إلى 70% من حجم الإنتاج الذي تم تسجيله كذلك العام الماضي. في الواقع فإنه هذه الأرقام تطرح الكثير من الأسئلة وتطرح الكثير من الإشكالات بالنسبة للحكومة التونسية، بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد، لا سيما إشكالات على مستوى ما يقوله خصومه أو ما يصفه خصومه بالمصداقية السياسية، لأن الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم في 23 من أو في 22 دقيقا معذرة في 22 من مايو أيار الماضي، اتهم أطرافا ولوبيات لم يسميها بالوقوف وراء أزمة نقص التزويد بالحبوب. وهذا القرار أو هذه الخطوة من قبل الحكومة التونسية في علاقة بالبنك الإفريقي للتنمية تطرح كذلك إشكالا إضافيا، حيث أنه الرئيس التونسي قيس سعيد بنى جل الإجراءات التي كان قد بدأها في 25 من يوليو من العام 2021، وكل ربما كل السردية التي تلت تلك الإجراءات على أسس من بينها تورط الأطراف السياسية التي حكمت في السنوات التي أعقبت الثورة في إغراق البلاد بالقروض. فسعي الدولة التونسية أو مضي الدولة التونسية في إبرام اتفاقات لقروض إضافية لا سيما مسألة الحبوب، خاصة في ظل وضع عالمي يتسم بنقص التزويد، فهذا كذلك يطرح وفق ما يقوله خصوم الرئيس، لكن وفق ما يقوله كذلك عدد من المراقبين يطرح إشكالية إضافية للرئيس ويطرح ويضع مصداقية الرئيس على المحك، خاصة أن جل خطابه خاصة في الفترة الأولى التي كان قد بدأ فيها إجراءاته الاستثنائية تركز على قيام الأطراف التي مختلف الأطراف التي حكمت بعد السنوات في سنوات الثورة الأولى بالاقتراض بشكل مشحف وفق ما يقوله الرئيس ومؤيدوه، لكن في الواقع فإن الدولة التونسية تسير في ذات المسار وتتبع تقريبا نفس المنهاج في هذه القضية لكن في غيرها من القضايا كذلك. خليل كلاعي مراسل التلفزيون العربي من تونس، شكرا جزيلا لك.